أبناء الطلاب، إحنا في المدرسة بنفعل لكم دروس تقوية علشان تفهموا وتستوعبوا، لا تغلبوناش معاكم. أنت بالذات لازم تفهم. 8 سنوات في سادس، أشمعك في سادس يا بدر. معانا شريعة. شريعة؟ شريعة ما؟ شريعة الغاء. ها؟ خلاص بس. أنا ما بنرحم إلا أبوك وأمك. أنا بنرحم أبوك وأمك. الله يحفظك يا أخي. عاد أبوك عايش؟ ماشي قد ما. أمك عايشة؟ ماشي فاطمة. حية؟ ماشي عقربة. الناس شي تجنني. ها؟ إيش أسألك سؤال؟ تفضل. في أي فصل ينزل المطر؟ في أي فصل ينزل المطر؟ في فصل رابع. رابع؟ أيوة. ليش؟ ما بيش معاهم زكاة. لأن ما بيش معك عقل. الله يحفظك من ذوقك يا أسر. ما الفرق بين الكهرباء والبرق؟ البرق جعل لك برق يبرقك بس. كلهم متشابهي. كيف متشابهي؟ كلهم بلا صوي ضفو، بس الكهرباء بيبزو زلط آخر الشهر، وهذا والله ما بيبزر يعني.